السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم إيمان نصار من فريق سمارت. هلا رح نكمل شرح شابتر 2 اللي هو الماتريكس. تمام، هلا هون زي ما احنا شايفين عنا ماتريكس A وماتريكس B. بدنا نعرف حجم أو قياس كل واحدة فيهم. كيف بنعرفه أو كيف بنطلعه؟ عدد الرو بعدد الكولوم، يعني عدد الصفوف بالأعمدة. هون عنا كم رو اللي هي 3، كم كولوم اللي عندي 4. هلا بنيجي للماتريكس بي، عندي كم رو اللي هو 2، كم كولوم اللي هو 2. هون بنسميها سكوير لانه طلعت عندي 2 ب 2. هلا هون عندي ماتريكس ثانية، عندي A وعندي B، وطالب مني كم شغل عليهم. هلا هون لما يحكي لي A تساوي C1 وC2، يعني انا بدي اقسم الماتريكس A لا ماتريكس C وماتريكس C2. هون عادة هاي الأسئلة بتكون بالماتلاب، وإن شاء الله إنه راح أصور وأشرح كيف نطبق على برمجية الماتلاب. هلأ كيف بدنا نقسم ماتريكس A لC1 وC2؟ بسيطة، هون راح يكون عندي C1 اللي هو minus 1 7 3، هاي راح تكون C1، وهون راح تكون عندي C2 اللي هي 2 5 minus 4، هون راح تكون عندي C1 وهون راح تكون عندي C2. هون احنا قسمنا الماتريكس A لقسمين C1 و C2. تمام، هلا تاني مطلوب على هاي الماتريكس، هي وانا عدتها من فوق. هلا هون بيحكي لي انه اجمعي لي A زائد B، برضو بسيط الجمع. فمنروح نعمل هاي الماتريكس بنكبرها شوي. تمام، رح نجمع A مع B، يعني هون minus 1 plus minus 2 7 plus 1 3 plus minus 9 2 plus 3 5 plus minus 4 minus 4 plus 7. لما نجمعهم يعني نجمع الواحد الماينس 1 بالماينس 2 هيك. تمام، لما نجمعهم راح تطلع عندي هاي الماتريكسز اللي هي minus 3 8 minus 9 5 1 3. تمام، هلا هون طالب مني انه 2p، بدنا نضرب عناصر الماتريكس B ب 2، فرح نضرب 2 ضرب minus 2 2 ضرب 1 2 ضرب minus 2 ضرب 3 2 ضرب minus 4 و 2 ضرب 7. تمام، لما نحلها راح تطلع عندي هاي الماتريسيز اللي هي minus 4 2 8. هيك راح تطلع عندي الماتريكس. اذا هون تطبيقات مباشرة انه انا كيف بدي اجمع 2 ماتريكس، كيف بدنا نضرب ماتريكس بزي كونستانت، كيف بدنا نقسم الماتريكس ل 2 ماتريكس. تمام، يعطيكم العافية.